بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة بنلتقي مع سؤال من أطرف وأجمل الأسئلة اللي جات لنا الفترة اللي فاتت. حد بيسأل بيقول إن هو أحيانا بيختلف في الرأي مع الناس اللي حواليه، وفي معظم الأحيان بيحصل مش مجرد اختلاف في رأي، بقى بيبقى مجرد بندخل في معركة وخناقة مع بعضنا ونزعل. أنا بقى بعقب على الكلام الجميل اللي وصل لي دوت، بأن عادة يعني الناس المفروض أنها تتفهم وجهات نظر بعضها عن طريق الحوار، والحوار له أصول. يعني لما نقعد نتحاور أنا مفروض أقعد أسمع، مش أسمع بس، لا أصغي. كلمة أصغي أقوى، أصغي لرأي الآخرين وأحترمها، ولما أحب أعبر عن رأيي أتكلم بهدوء وبوضوح ودغري، وكل حجة أقولها أقدم معها الأدلة، وأبتعد دايما عن الجدل وعن الفلسفة الزيادة على اللزوم، ملهاش لازمة، خلينا واضحين وعلى طول. ولكن الاختلاف في الرأي شيء طبيعي، طبيعة البشر. عمرك ما هتلاقي الناس كلها دي زي بعضها، في كل واحد له اتجاهات فكرية مختلفة عن التاني، ولهذا وجب على كل فرد ان هو يحترم رأي الآخر. يعني انا عندي رأي ماشي، لكن لا استهين بمن يختلف معايا في الرأي او اناصبه العداء او يعني اكرهه او اتخانق، لا بالعكس، أتقبل الاختلاف في الرأي، ويبقى عندي المهارة والشجاعة أن أنا أسمع لما يكون حد بيتكلم ويعبر عن رأيه، أسمع له وانتبه إليه وعيني تبقى عليه. يعني ما بقاش مثلا واحد بيتكلم وأنا أدي له ظهري، تعبير عن أن أنا مش مقتنع بكلامه، ده مش صح، عيب. لكن يعني حد بيتكلم مهما كان بيقول كلام مش عاجبني، انا ابص له واسمعه واهتم بكلامه وارد عليه، حتى لو الكلام على وسائل الاتصال الحديثة مثلا، او على الانترنت، على الايميلز، او على الواتساب، او على الى اخره. يعني برضو يبقى فيه احترام، يبقى فيه ادب، وفي الحوار ينتهي بطريقة مهذبة ما فيهاش عدوانية، ما فيهاش يعني ضغينة، أو ما فيهاش. وإحنا دمالي نقول مثل جميل جدا، أن الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. يعني إحنا نختلف بس إحنا حبايب، ما بتفقش معاك في اللي أنت بتقوله، لكن أنا بحترم رأيك وإن رأيك ده صحيح ولو قيمته، بس أنا بختلف معاه، ما فيش مشكلة. واخدين بالك؟ وبعدين في بقى نقطة عميقة جدا، خدها بينك وبين نفسك. أول حاجة، مش معنى إن اللي قدامك اختلف معاك في الرأي إنه مخطئ وإنك أنت صح، أو إن أو واحد قال لك حاجة مش عاجباك لا تحقر ما يقول، أو يعني تعتقد إن هو ده خلاف الحقيقة طالما أنت ما تعرفوش. ممكن اللي اتكلم ده في جوانب مضيئة كتيرة جدا، يعني يمكن اللي انت سمعته ده واختلفت معاه دي نقطة في حياته، لكن هناك نقاط مضيئة كثيرة جدا في حياة هذا الشخص، ولكن رأيه ده دي حريته الشخصية، وانا مش مسؤول ان احاسبه او افرض عليه ارائي. واخد بالك؟ الحاجة التانية، ان مش من حقك تمنع حد عن ان يعبر برأيه او تقاطعه. يعني اللي بيتكلم سيبه يكمل للآخر، ما تقاطعهوش، احترمه. لما تقاطع واحد انت بتحترمش رأيه او تهاجمه لمجرد انه اختلف معك في الرأي، لكن اديله الوقت واديله الفرصة واسمعه، وزي ما بتدي نفسك الحق انك اتكلمت اديله هو كمان الحق ان هو يتكلم ويقول رأيه. وبعد ما تسمع رأيه ده هو بأدب واحترام برضو، سيب اللي سمع رأيك يقرر هو عايز ايه، بدون ما تجبره، بدون ما تهاجمه، بدون ما تضغط عليه.
آخر حاجة بقى أنصحك بيها بينك وبين نفسك، دي نمرة ثلاثة، إنك أنت بشر لا تملك كل الحقيقة بمفردك أو تملكها كاملة. إحنا نملك بعض الحقيقة وليس الحقيقة كلها. وإنك برضو ما أنتش معفي من الخطأ، لازم تفهم كده كويس، ولازم تشعر باللي بيحس بيه الطرف الآخر. زي ما أنت بتطالب إن هو يحس بيك ويفهمك، أنت كمان لازم تحس بيه وتفهمه، وأنتوا الاتنين تحترموا بعض وتحترموا آراء بعض، وتصبر بقى لليوم اللي ربنا يظهر فيه من أيكم عنده حق، يعني الحق عند مين. دي حاجة بقى سيبها لربنا، ما تستعجلش أنت وتحكم على الناس. ربنا يحافظ عليك ويبارك حياتك. أمين.